لكن يعني قبل ما نبدا اي حاجه حابه اعتذر لكم عن التاخير الكتير اللي احنا تاخرناه المره دي، لكن ده نتيجه طبعا لليوم المجهد جدا اللي كان تمت فيه الورشه اللي كان فيها مجموعه من الشباب اللي بيمثلوا منظمات المجتمع المدني من محافظات مختلفه بالمناسبه مش من القاهره بس، وناقشوا فيها قانون الجمعيات. الفكره جت لنا في مركز ابن خلدون لعمل اللجنه الشبابيه ديت او وضع الشباب كجزء رئيسي من مناقشه مساله قانون الجمعيات، هو لقيته هم مستقبل العمل المدني اصلا. فلو في حد مهتم بانه القانون يكون مناسب للمرحله اللي جايه او كده فهم الشباب بالاكثر. علشان كده قررنا يعني لما اثير الجدل الجامد اللي حصل حوالين قانون الجمعيات ومشاكله والخناقه اللي كانت حاصله ما بين الحكومه والمنظمات المدنيه من ناحيه، ان احنا نخلي نكون جزء من الحل ما نكونش جزء من المشكله. فبدل ما ننتقد قلنا لا نجيب الشباب وهم اللي يتكلموا مع ممثلي الحكومه. والحقيقه يعني لما تواصلنا مع الساده المسؤولين والمتخصصين في المساله دي، يعني زي ما حضراتكم شايفين كانت استجابتهم اكتر من رائعه وشرفونا النهارده. فهم جايين عشان يسمعوكم علشان يعني يعلقوا كمان على التوصيات اللي طلعت النهارده والمناقشه. ابدا بتقديم دكتور طلعت عبد القوي، وهو يعني غني عن تعريف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، وهو صاحب الماده اللي انصفت المجتمع المدني في الدستور اخيرا. في لانه كان عضو في لجنه الخمسين واحد يعني الناس اللي وقفوا بقوه من اجل ان تصدر هذه الماده بهذا الشكل. فاحنا سعداء بوجود حضرتك معانا. كمان الى جانبه الاستاذه جاكلين منبوح من الاداره العامه للشؤون القانونيه بالوزاره بوزاره التضامن الاجتماعي، وعلى يعني طرف المنصه الاستاذ ايمن عبد الموجود مدير عام الجمعيات بوزاره التضامن. ويعني زي ما حضراتكم شايفين اغلب المنصه شباب يعني زي فده يقول برضه انه كل ما طالعه شباب كلها طالعه شباب معلش طبعا. وده يقول ان بالعكس يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن حوار له علاقه بالاكثر بحوار المستقبل باللي جاي هيكون شكله ايه وهيكون عامل ازاي. حابه قبل بس ما نبدا طبعا بتعليقات الساده المتحدثين اننا نبدا بالممثلين عن اللجنه الشبابيه اللي كانوا موجودين النهارده ويعرضوا علينا مجموعه التوصيات اللي خرجوا بيها، ودي طبعا هنسلمها لحضراتكم مكتوبه بنهايه الجلسه ان شاء الله، وهننشرها للساده الصحفيين اللي حاضرين الاعلاميين عشان برضو لو حابين نشوف. نبدا بالاستاذه رميساء مجدي. في مواد الاصدار عندنا الماده 4 كان عندنا نقطتين فيهم، هي كان في النقطة الأولانية كان بتحذر أي جهة ممارسة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات أو المؤسسات الأهلية. إحنا عايزين نفهم من حضراتكم يعني إيه أغراض ومؤسسات الجمعيات الأهلية، تمام؟ إحنا كمان قلنا إن ممكن نقول إن العمل الأهلي هو نشاط غير ربحي وغير حكومي وتطوعي. النقطة الثانية برضك اللي في المادة 4 كانت بتقول إن أي جمعية أو أي مؤسسة مفروض هتعمل إعادة هيكلة ليها. إحنا بنطلب من حضرتك أو من المضيف إن تقوم الوزارات المعنية باختيار الجمعيات وتوفيق أوضاع الكيانات التي تنتمي إليها وستظل تدخل مع أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أكمل عرض الباقي؟ تمام. عندنا في الباب الأول أحكام عامة في تأسيس أي مؤسسة بحضرتك كنتوا حاطين ما لا يقل عن 50,000 جنيه عند التأسيس. احنا بنقترح على حضراتكم 10,000 جنيه للتأسيس و 5,000 جنيه لكل مجال عمل اضافي، ولا يجوز استرداد المبلغ اكثر من 85% من قيمة الايداع قبل مرور عام من التأسيس. عندنا في المادة رقم 11 في اللجنة التنسيقية حضراتكم كنتوا كاتبين ان اللجنة اللي تصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دي خاصة بعمل المنظمات. احنا شايفين ان هي اللجنه التنسيقيه تختص بعمل المنظمات الاجنبيه وليس التمويل الاجنبي. في الماده رقم 13 تعد الاصول الثابته والتجهيزات والاموال. الماده 13
في تطبيق الاموال احكام العقوبات التي تعتبر الاموال تحصل على المنشاه وعلى تبرعات او اعانات او اموال يرخص لها. احنا شايفين تعد الاصول الثابته والتجهيزات والاموال المثبته اثناء التاسيس ملكيه خاصه وما دون ذلك يعد اموالا عامه. لو انا بس حصل لبس في دينا في 13 اعرضها لحضرتك وعملت 13 فيه هي بوينت رقم 3 الباب الثاني طلعها حضرتك يا فندم. هي مش ال 13 هي كانت بوينت رقم 3 احنا كنت مرقماها بس تمام. هي كان بتتكلم يعني عن الاحكام والعقوبات اللي تعتبر الاموال تحصل عليها المنشاه تعتبر على هيئه تبرعات او اعانات او تمويل او اموال يرخص لها. ده حضرتك اللي كنت قايلينه. لكن احنا شايفين ان الاصول الثابته في اي جمعيه تبقى بتاعه الاشخاص واي اموال او اي حاجه تيجي بعد الاشياء الثابته اللي هم عاملينها تعتبر بتاعه الاشخاص اللي قاموا بالتاسيس. تمام. عندنا في الباب الثاني الماده رقم 6 عندنا مده الاختيار. احنا شايفين ان مده الاختيار بدل ما تبقى 60 يوم تبقى 30 يوم كما يحقق للجمعيه ممارسه انشطتها خلال 15 يوم من الاختيار. ده احنا بنقترح على حضراتكم كده. تمام. عندنا الماده 11 بند رقم 5 الموافقه على الابحاث من خلال وزاره التضامن الاجتماعي وليس من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. حضراتكم كنتوا كائلين الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء هو اللي يدي الموافقه على الابحاث واستطلاع الاراء. تمام. ده الماده 11 بند 5. الماده رقم 16 بنقترح على حضراتكم اختار الجهه الاداريه خلال 30 يوم بالموافقه على التعاون مع الجهه الاجنبيه بدلا من 60 يوما. تمام. ده الماده 17 اللجنه التنسيقيه تختص بالمنظمات الاجنبيه وليس بالرقابه. في مشكله. الماده 17 اللجنه التنسيقيه تختص بالمنظمات الاجنبيه وليس ده احنا يعني كنا عايزين نفصل في الماده 17 دي. انا ممكن اطلعها لحضرتك. تختص بالمنظمات الاجنبيه وليس بالرقابه. هيك ممكن تطلعي عليها؟ لا اتفضلي. بس ده كل الاقتراحات اللي احنا عرضناها لحضراتكم. انا ممكن اعيدها تاني لو حضراتكم حابين او عايزه. تمام. شكرا جدا. الممثل الثاني او الممثله الثانيه للجنه الاستاذ عماد الله محمود. طب هو لو حضراتكم سمحتوا لي في الاول انا احب ان احنا نناقش النقط اللي احنا فكرنا فيها كمجال المناقشه ما بيننا. احب اسمع صوتكم ورايكم فيها زي ما احب حضراتكم. ما فيش مشكله. طيب احنا بعد اذنكم هنبتدي بالباب الخامس هو باب الاتحادات. هو الباب في الفصل الاول في الماده رقم 65 هو بينص يجب على انا هقول من النص من الجزء اللي هو يجب على كل جمعيه او مؤسسه اهليه تنطبق عليها احكام هذا القانون ان تنضم خلال مده اقصاها 3 اشهر من ثبوت شخصيتها الاعتباريه الى عضويه الاتحاد الاقليمي بحسب نطاقها الجغرافي. الباب الخامس في الفصل الاول اللي مطروح بالنسبة ليه اللي بتروح على المجتمع هما 3 مسودات. مسودة اللي هي وضعت بدي العمل في إعدادها في 2008 عندما كان الدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي
من خلال لجنة شكلت برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، كان في ذلك الوقت رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وظهرت تلك المسودة على النور في عندما في أيام الدكتورة نجوى خليل، وبالتحديد في يناير 2012. دي مسودة. المسودة الثانية اللي معروضة هي المسودة اللي هي سميت بمسودة 2013، واللي هي كانت بناء على تشكيل لجنة اللي هو طلع بها قرار وزاري من الأستاذ الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وسموها لجنة العمل اللجنة العليا للعمل الأهلي. ودي طلع بها قرار في أغسطس 2013 وأنهت عملها في بداية 2014. المسودة الثالثة اللي هي 2014 دي مش مسودة بمعنى كلمة مسودة، دي برضو موجودة، ولكنها لا الدكتور برع كان عملها ولا الدكتورة غادة عملت. دي كان برضو دي توضيح. فأنا ملاحظ الآتي من الأول كده، إن احنا كل تركيز، وطبعا لو انتوا قلتوا لي من الأول انتوا هيبقى ما هو اسلوب العمل، كنت هقول لكم ارجو احنا عاملين في الحوار المجتمعي اللي احنا بدأناه كاتحاد عام لجامعات أهلية، وبالمناسبة بس بصحح جملة قالت ممثل الحكومة، انا مش ممثل حكومة، انا رئيس الاتحاد العام لجامعات أهلية، انا رجل منتخب من جمعية ممثل جامعاتي، مش حكومة، انا مش حكومة، انا مجتمع مدني ومجتمع اهلي كده. فجينا عملنا حوار مجتمعي، عملناه بدأنا من 26/6/2014 حوالين ثلاث مسودات. اخر حوار لينا كان امس، واول امس كان في محافظات الصعيد وسط وجنوب الصعيد، 8 محافظات. فاحنا لما بنشتغل في الحوار المجتمعي بنشتغل بنحط قدامنا الثلاث مسودات واقول مادة واحد، بنبص عليها في 2012 بتقول ايه، وفي 2013 بتقول ايه، وفي 2014 بتقول ايه، وبنصل ما نصل اليه من الحوار، ونقول والله ان الحضور بناء على اسباب ومجرات بيروا ان الانسب في الماده نمره واحد اللي هي المسودة كذا. انما انا ملاحظ او في تعديل عليها. انما انا ملاحظ معظم الحوارات اللي تمت في بعض الاماكن ركزت على 2014. فدي برضو نقطه، دايما انا ابص للمسودات كلها امتى. بالظبط كده، هو ده اللبس اللي حصل، ان احنا كاننا وصلنا 2014 دي النهايه. ابدا خالص. 2013 بقى دي كانت مسوده اتعمل ايام الدكتور احمد البرعي، وراحت فعلا في مارس كانت هتروح لمجلس الوزراء. فالدكتوره غاده والي لما جت، وبقى بعض الجمعيات قالت انه بعض القيادات وكده قالوا ان احنا ما حضرناش هذا المشروع قانون او ما شاركناش فيه، فالوزيره قالت والله طب نعمل حوار مجتمعي، واسند هذا الحوار للاتحاد العام اللي هو يعتبر نيوترال فير تماما، مش حكومه، فاحنا مش حكومه، فاحنا بنعرض كمجتمع اهلي على المجتمع الاهلي. صحيح بيحضر معانا ممثلين جهه اداريه لتوضيح الامور، لان يعني في امور بتبقى عايزه توضيح، يعني امور قانونيه او ما شابه ذلك يعني. فبس انا بقول الملاحظه دي ليه؟ لان انا يعني عشان تبدا الامور تبقى صح، لان معظم الملاحظات اللي قالت الاخت اللي اتكلمت قبل كده محترمه، وحضرتك اكيد حد نفس الكلام، انت خدت 2013، يعني انت انتقدت 2014 رغم ان في 2013 حتى انهاو. انا بس بصح بقول الواقع دي ليه، لان كان التركيز كله على مسودة 2013، يعني على، وكان النتيجه ان دايما احساس الناس ان دي اخر حاجه. لا مش اخر حاجه، لا خالص، اخر حاجه وضعت بشكل مؤسسي 2013.